شد عضلي ان شاء الله يكون. اما الواحد عنده برشا ملعبش وعادي بالريتم وواحد رجع 90 دقيقه مش سهل معناها باش الواحد يرجع من عادي باش البدن يتقلق شويه. الفريق اللي قدام جمهورها مش باش يكون سهل، عارفين الشيء هذا، ولكن المهم ما خسرناش، ديما تقعد نتيجة إيجابية. تقلقت شوية، قلت لك شد عضلي صار لي هذاك، علاش حبيت نخرج، بس فما شكون يدخل يعاون خير.